معكم هذه المرحلة كبلدية وكرئيس بلدية بأن تكون خزاعة في الحرب هي البوابة الشرقية. رحم احنا الشعب اللي انظلم، احنا الشعب اللي ذاق كل اشكال الالم. لا يرجع لك يا جنة الدنيا يا احلى بلد يا فلسطين. انا طفل، انا طفل، انا طفل محروم من الطفولة. انا اللي من حقي اعيش واتعلم واتكلم. وسلامات على الضمير، سلامات، وسلامات على الضمير، سلامات. كبر الشاهد وصار عنده عيلة كبيرة. آخر حد كان حد كبير كبير، كان حد إبادة وتدمير. إعدام، إعدام آخر الشهود. أغنية برد بالكلفنات. مشروع بيوت بلا أعمدة، لأنهم يستحقون حياة كريمة. هذا عبارة عن حملة دعم ومناصرة لأطفال الكرفانات، الأطفال اللي عاشوا ظروف الحرب في عام 2014 وعانوا من ويلات الحرب واللجوء والعيش في داخل مراكز اللجوء. الآن هم بيعيشوا في وضع كمان أسوأ في داخل كرفانات لا تصلح للحياة البشرية. وبالتالي إحنا أطفال جمعية الثقافة والفكر الحر مركز بنات الغد آثروا إلى أنهم يعملوا حملة دعم ومناصرة وتضامن مع هؤلاء الأطفال من خلال مجموعة من الفعاليات. استخدموا أكثر من وسيلة للتعبير عن واقع أطفال الكرفانات، وكان منها حلقات إذاعية، إسبتات إذاعية، حلقة قصص صحفية، أيضا معرض لصور تم التقاطها من خلال أطفال مركز بنات الغد بتجسد حياة أطفال الكرفانات ومعاناتهم والحياة التي يعيشونها، ويطالبوا من خلالها بحياة آمنة وحياة كريمة لهؤلاء الأطفال. أنا جيت اليوم عشان أساند الناس اللي أبهاتها وأمهاتهم استشهدوا بالحرب، وبنحكي لهم إنه حنكون معاكم دائما إن شاء الله. فإحنا بنحكي للعالم إنه حسوا فينا. وين العالم؟ وين الناس؟ إحنا مش عايشين بأمان ولا بسلام. شو معنى أطفال العالم عايشين بأمان وبسلام؟ ليش إحنا مش عايشين لا بأمان ولا بسلام؟ وصورت أنا صورة لطفل مع كتاب وقعد بين أرضه وبيته المهدوم، وما نسي إنه هو ما بيعرف يدرس ولا حتى يكتب، بس ماسك كتابه وبس هيك يعني بكتب بس عشان بدي يعرف كيف يدرس.